بتكلم النهارده عن الانكل اناتومي. هنبدا اول حاجه، هنبدا بالعكس، هنبدا اول حاجه باي ميكانكس. وات از ذا كي تو انكل ستابيليتي موست امبورتنت؟ هل هو اللاترال مالينوس ولا الديلتويد ليجمنت؟ كان زمان بيقولوا ان اللاترال مالينوس هو الكي بتاع الستابيليتي اوف ذا انكل، بس ايه تبين بعد كده ان الديلتويد ليجمنت بالباي ميكانيكال ستاديز الديلتويد ليجمنت هي هو الكي تو ستابيليتي اوف ذا انكل. ليه بقى؟ لان الديلتويد ليجمنت كبرايمر طبعا هو الباقي الاستراكشرز ليها دور برضه، بس هو البرايمر ستابيلايزر لان هو اللي بيحافظ على التيلس تبقى سنترلايزد في او تبقى كونجرنت في المورتس، بيمنع اللاترال تيلر شيفت اللي بيحصل في حاله الانجري، وبيعمل بيمنع الاكسترنال روتيشن اوف ذا تيلس. طبيعي ان اللي هو ده طبعا ايه في الكونسيبت بتاع التشكرين اللي هو التشكرين اللي هو الجزء ده من الجنب بتاع الحصان اللي هو بيخلي راس الحصان في وضع ثابت في اثناء بيجري عشان الشد يبقى يجي من عضلات الظهر مش من عضلات البطن. ده الكونسيبت بتاع التشكرين. هو في شبيه بيه الكونسيبت بتاع اللي هو الديلتويد او الاكشن بتاع الديب ديلتويد ليجامنت على التيلس، بيعمل نفس الافكت، بيحافظ على التيلس اثناء البلانتر فليكشن ان هي يحصل لها انترنال روتيشن بالمقارنه يعني في بالنسبه للتيبيا. اما في حاله يعني اما في حاله الانجري بتاع الديلتويد ليجمنت سواء انجري او فراكشر في الميديال مالوس برضه هيخلي الديلتويد ليجمنت كده غير فعال، فبيحصل العكس بقى، بيحصل ان هو في البلانتر فليكشن التيلس بيحصل لها اكسترنال روتيشن تحت التيبيا البلافون، ده عكس طبعا الطبيعي المفروض. الفيبرال فراكشر لما يكون ما فيش معاها ميديال انجري ده مش بيأثر على الابنورمال، على مش بيعمل ابنورمال موشن في الانكل جوينت، يعني الفيسيولوجيكال لودنج حتى لو التيبيا لو الفيبرا مكسوره الفيسيولوجيكال لودنج برضو بتفضل التيلس كونجرنت في المورتس. فطول ما احنا شفنا ان التيلس مش كونجرنت في المورتس او حصل فيها شيفتنج يبقى ده معناه ان الميديال اليمنت فيه مشكله، سواء ب ديلتويد ليجمنت انجري او بفراكشر في الميديال مالوس. وده القاعده اللي اتقالت زمان هو ذا تيلس فيثفولي فولوز ذا فيبرا، دايما بنلاقي التيلس بتروح مع الفيبرا، بس طول ما لقينا التيلس راحت مع الفيبرا معنى كده ان اللي ماسكها الناحيه الثانيه ده خلاص كده ايه راح باي طريقه او باخرى. يعني ندخل في الاناتومي ستراكشرز الكروسنج في الانكل جوينت كتيره، خمسه نيرفز معروفين، في منهم ثلاثه بيورلي سنسوري واثنين سنسوري وموتور مع بعض. الثلاثه بيورلي سنسوري اللي هم اول حرف اس سافينس الشورال السوبرفيشال بيرونيال، الاثنين اللي هم ميكسد اللي هم البوستيرور تيبيال وديب بيرونيال. في اثنين ميجر ارتيزان فينز وفي 13 تندون هنتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجه البوستيرور اناتومي. البوستيرور اناتومي طبعا الحاجه الشهيره المعروفه في البوستيرور اسبكت اللي هو الضخم ده الاكيلس تندون والانسيرشن بتاعه في البوستيرور فاسيت بتاع الكالكينيس. والحاجه الثانيه المهمه طبعا ده الليسر سافنس فين، وطبعا اللي هو ده اللي هو الشورال اللاترال لي اللي هو بيدي اللاترال سايد بتاع الهيل واللاترال اسبكت بتاع الفوت. الناحيه الميديا دي هنتكلم بعد عنها بعد كده لما ندخل في الناحيه في الميديا سايد. طبعا اوكيجنال بيبقى مش اوكيجنال يعني في حوالي بيبقى ابسنت في 7 ل 10% اللي هو التندون بتاع البلانتارس، ده قصه ثانيه. الميديا هنتكلم فيها الكلمه الشهيره المنيمونيك الشهيره توم ديك اند هاري، لو احنا هنتكلم عن تندونز بس من ورا الميديال مالوس واحنا راجعين لورا بوستيريوري تيبيالس بوستيريور الفليكسور ديليتورم لونجس ورا منهم اللي هو الفليكسور هالوس لونجس. لو زودنا كلمتين في النص اللي هم التو ستراكشرز نيورو فاسكولار ستراكشرز اللي في نص التوم ديك اند هاري في النص اللي هو توم ديك اند نيرفس هاري اللي هو توم اللي هو تيبيالس بوستيريور ديك اللي هو فليكسور ديليتورم لونجس والارتري والنيرف والفليكسور هالوس لونجس ده اخر واحد بوستيريوري
في الميديال سايت. طبعا دول بيبقوا ماشيين تحت الفليكسور ريتيناكولوم بتاع الانكل. لو هتكلمنا ابروتشز بما يعتبر الدكتور اسلام هيتاخر او قال لي انا مش محضر، فاحنا كده البوستيريور ميديال ابروتش اللي هو ده بيبقى ما بين الاكيلس تندون وبين الاكسنسور هالوس الفليكسور هالوس لونجس. هنتكلم في الجينز بس مش هدخل في التفاصيل، يمكن الدكتور اسلام يكمل باقي التفاصيل. دي برضه صوره ديسكشن بعد ما شلنا الفليكسور ريتيناكولوم، وباين معانا اللي هو التيبيالس بوستيرور تندون والانسرشن بتاعه في النافيكولر. طبعا قدام ده التيبيالس انتيرير والانسرشن بتاعه في الميديال كينيفورم، ورا التيبيالس بوستيرور في اللي هو الفيكسور ديجيتورم لونجس، تمام. وفي بعد كده النيرف فاسكولار باندل اللي هي هنا الارتري والنيرف ورا، تمام. وبعد كده اللي هو الهالوس الفيكسور هالوس. في طبعا هنا الفات باد للكاجرز، فات باد بتاعه اللي بتبقى اسمها بري اكيلس فات باد اللي هي في الحته دي الفراغ المثلث ده، بتظهر ك ريديوسي في الاشعه. تومز دوك از فيري نايس از هيم. تومز دوك از فيري نايس از هيم. تومز دوك بيانس بوستيرو دوك اللي بتشطره فيري نايس والمسكولار والنيرف از هيم اللي هو هالوس. توم هاز فيري نايس دوك. توم ذا دوك از فيري نايس از هيم. احنا دخلنا في الانتيرو بقى، فاحنا هنطبق هنا ال دي الانتيرو اهو. نعم الصوره اللي فاتت اهي ده اظن ده الشيس بتاعها او السينوفيا الشيس بتاعها، لان كلهم بيبقوا داخلين تحت الاكسنسور فيكسور ريتيناكولوم في الشيس بتاعتهم، بس هي متشاله ومتشاله مع الفيكسور ريتيناكولوم نفسه. بعد كده نيجي للانتيريور اناتومي، وده هنتكلم فيه برضه شويه ابروتشز كده على الماشي في اللي هو البلينز بتاعت الابروتشز. الانتيريور اناتومي ده هنبقى اول حاجه بنبقى معانا اللي هو التيبيالس انتيريور تندون اللي هو زي ما قلنا رايح للميديال كينيفورم. ميديا لاترالي الاكسنسور هالوس لونجس اللي هو انسيرتد في البيز بتاعت الديستال فالانكس اوف ذا بيك تو. بعد كده النيور فاسكولار باندل الديب برونيال نيرف، ومعاه اللي هو الانتيريور تيبيال ارتر. بعد كده ال نعم شبه الدوزاز فيتس كده هنا، ولا الدوزاز فيتس بعدين بعدين هندخل فيه بعدين. بعد كده احنا معانا الاكسنسور ديجيتورم، ومعاه ده اللي هو ده التيرميستيرشيس اللي هو ده، تمام. اللي معدي في اللون ده التيرمينال برانش بتاع السوبرفيشال برونيال، وده طبعا الجريتر سيرفيس. لو اتكلمنا ابروتشز طبعا دي برضه رسمه سكيماتيك كده، وده طبعا الاكسنسور ريتيناكولوم الواي شيب بتاعه. لو اتكلمنا ابروتشز اول ابروتش ده اللي هو الانتيريور ابروتش، بيبقى بيكون بين السنسور بين التيبيالس انتيريور والاكسنسور هالوس لونجس. نيجي في الابروتش اللي بعد منه ده الالترناتيف تاني للابروتش بتاع اللي هو انتيريور ده، برضه انتيريور البديل بتاعه ان هو ممكن ما بين الهالفس والديجيتورم الاكسنسور الديجيتورم. بعد كده لو دخلنا الانتيروميديال هيبقى كده معانا بنبقى ميديال للتيبيالس انتيريور، وبعد كده الانتيرو لاترال بيكون لاترال للبرونيستيرشيس. اللاترال اناتومي بقى فيه شويه ستراكشرز كده مهمين. اول حاجه لو جينا هنا في عندنا دول البيرونيال تندونز، دي البيرونيس بريفيس اللي هي ماسكه في البيز اوف ذا فيست ميتاتارسال اللي هي مسؤوله عن الفراكشر بيز ميتاتارسال كافالجن انجري. لاترال ليها اللي هو البيرونيس لونجس، بيبقوا ماشيين في البروكسيمال والديستال بيرونيال ريتيناكيولا.
ده لما بيحصل ليه رابشر، ممكن يحصل رابشر كبارت اوف سيفير انكل سبرين، او احيانا بيحصل مع الكالكينيال فراكشر او مع الانكل فراكشرز بيحصل سبلكسيشن للتندونز دول بيطلعوا انتيرو للفيبرا او ميديال مالس لللاترال مالس. الاثنين استراكشرز دول مهمين في الابروتشز سنسوري نيرفز دول، اللي هو الشورال نيرف بوستيريورلي والسوبرفيشال برونيال نيرف والتيرمينال برانشز بتاعته انتيريورلي، دول مهمين في الابروتشز بتاعت الانكل وبتاعت اللاترال مالس عشان السنسوري نيرف اللي بيحصل بسبب او البينفول نيروما اللي بتحصل بسبب انجري ليهم. دي بسرعه كده الاناتومي اللي هو ريليفنت للانكل بلوك، اللي هو احنا لازم عشان نعمل انكل بلوك بنعمل بلوك الخمسه نيرفز اللي هم السنسوري اللي حوالين الواصلين للفوس للانكل، لان في اوفرلاب كبير بينهم فلازم نعمل بلوك للخمسه اي وات ايفر المكان اللي احنا هنشتغل فيه لان في اوفرلاب كبير. بنبدا طبعا هنا، ده لا هنا في الاول، ده البوستيريور نيرف في الميد واي ما بين الميديال مالس والاكيليس تندون، والكوانتيتيز اللي مكتوبه دي 5 مللي 7 مللي لتر 5.7 ده. في بعد كده الاثنين اللي احنا بنحطهم ديب اللي هو هو ده السيركيبيال واللي هو الديب برونيه، بندخل بنحس البلس في الانتيرو كومبارتمنت وبنوصل لغايه البون وبنحس بعد كده وبنحمم. وبعد كده الثلاثه اللي هم بيور سنسوري اللي هم السوبرفيشال دول بناخدهم بسيركمفرنشال كده، بنرفع ويل كده او نحن ككميه ما بين الاثنين مالولاي، بس ما ننساش ان في ان ورا اللاترال مالوس هيكون الشورال نيرف عشان ما ننساوش يعني. يبقى كده احنا ادينا الخمسه نيرفز. برضه جزء من الاناتومي الحاجات الريليفنت للبراكتيكال يعني، ان في ورا الميديال مالوس في جروف بيبقى معدي فيه التيبيالس بوستيريور تندون، وده اهميته لما نيجي نعمل مثلا ميديال مالوس اوستيوتومي لازم ايدنتيفاي التندون ده في الجروف ده ونبروتكت عشان نعمل الاوستيوتومي بتاعتنا. دي الكروس سكشن الاناتومي، المفروض دي الانسيزيوره بتاعت اللي هو بتبقى الفيبرا مريحه فيها، ودي مهم الكونجرنس ده مهم كاندكيتور لو في سيمزوتيك انجري ولا حاجه، وده في الانتيرو ليب بتاعتنا والبوستيرور او دي اللي هي التيبركل، دي اللي هي تشابت تيبركل تشابو، وهنا ورا اللي هي الفولكمان تيبركل اللي هم دول. طبعا التشابت تيبركل دي او بيسموها تيلوفا تيبركل برضو اللي هي بتدينا اللي هو بتدينا في الاشعه منظر التيبو فيبولار اوفرلاب دي، تمام. ده بيبقى اسوشيتد بفراكشر بيبقى فالجن فراكشر بيحصل هنا، والتاني برضو في فولكمان فراكشر بيبقى اسوشيتد بيه هنا بوستيريورلي. الاتاتشمنت ده ليه علاقه بان هو لما نيجي مثلا نعمل ريدكشن لللاترال مالوس، ان السبوتينس ريدكشن اللي بيحصل للبوستيريور مالوس بعد الريدكشن بتاع اللاترال مالوس او بعد الفكشن بتاع اللاترال مالوس، لان في اتاتشمنت هنا بين ال ده طبعا الكلو فراكشر بيجي مع التاتشمنت بتاع الانتيريو فيبولار والثاني فولكمان فراكشر اللي هو في الاشعه في السي تي بيبقى منظر الانتيريو. استاذ محمد اسوشيت مع الفل بس نعم الانتيريو فراكشر، لا في منه ادلت فارينت بيسموه الشبط فاضل الشبط الاطفال التيرو بيسموه ادلت تيرو ادلت تايب اوف تيرو عذر في الانجليزي